السلام عليكم. وقع المشاركون في جلسات الحوار الليبي فسخرات بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة المعدلة للمقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية وسط غياب وفد المؤتمر الوطني العام، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية ومحلية دعت في مجملها إلى من تخلف عن هذه الجولة إلى الانضمام والتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي وصولا إلى حل ينهي الأزمة الليبية. ما المقصود بالتوقيع بالأحرف الأولى؟ ما دلالات وتداعيات المواقف المحلية والدولية التي أعقبت التوقيع؟ وما الخطوة القادمة في عمر الحوار؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا في المنتصف. ينضم إلينا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله تورغي، عبر الهاتف من الصخيرات عضو فريق المستقلين المشاركين في الحوار نوري العبار، وعبر الأقمار الصناعية من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر لحويلي، وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الباحث في الشأن السياسي محمود إسماعيل. أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير. في غياب المؤتمر الوطني العام أحد الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية، وقعت الأطراف الموجودة في الصخيرات المغربية السبت بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي. التوقيع كان من طرف كل من وفد مجلس النواب ووفد النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين وممثلين عن عدد من البلديات والأحزاب بحضور عدد من السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا. برناردينيو ليون أكد أن الأبواب لا تزال مفتوحة لمن لم يحضر في الجلسة الأخيرة نظرا لدورهم الأساسي والمحوري، مشيرا إلى أنه ينوي عقد اجتماع مع جميع الأطراف المعنية قبل التوقيع النهائي على مسودة الحوار. المؤتمر الوطني أكد في رسالة وجهها لرئيس البعثة الأممية إلى ليبيا استعداده لحضور الجولة القادمة شرط تقديم تعديلات جوهرية لإنجاح الحوار. التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق ولئن أثار ردود فعل متباينة إلا أنه شهد ترحيبا محليا ودوليا، فقد رحبت حكومة الأزمة بالاتفاق معتبرة إياه البداية لخروج ليبيا من أزمتها، كما جددت دعوتها لكل الأطراف لتغليب مصلحة الوطن وأن يكملوا المسيرة نحو اتفاق شامل يؤسس لحكومة وفاق وطني. دوليا أصدر سفراء كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب والبرتغال وروسيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة فضلا على الولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا رحبوا فيه بهذه الخطوة، داعين في الوقت ذاته بقية الوفود للانضمام إلى دعم هذا الاتفاق من أجل مستقبل ليبيا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا الأطراف الليبية إلى الإسراع في توقيع الاتفاق النهائي وإدخاله حيز التنفيذ معتبرا إياه خطوة لتقريب البلاد نحو حل أزمتها الراهنة، في حين اعتبرت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الاتفاق خطوة مهمة نحو إعادة السلام والاستقرار، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم حكومة وفاق وطني بمجرد تشكيلها. إذا نبدأ الحوار معك سيد العبار، ما المقصود بالتوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي؟ سيد العبار أعتذر منك، نحن لا نسمعك بشكل واضح، إلى أن يتم إصلاح هذا المشكل أنتقل إلى السيد حويلي والذي ينضم إلينا الآن هاتفيا. سيد حويلي، الآن بعد أن وقع الأطراف في الصخيرات على هذه المسودة بالأحرف الأولى، ما هو رد فعل المؤتمر؟ هو ممكن أن نجاوبك على السؤال اللي توجهت له السيد العبار. التوقيع بالأحرف الأولى معناه أن هذه المسودة إذا وقعت بالأحرف الأولى لا يتم تغييرها إلا باتفاق جميع الأطراف، لا يستطيع طرف آخر أن يحاول أن يعدل تغيير من طرف من نفسه،
يجب ان يجتمع الاطراف بالكامل لكي يتم التوقيع عليها تعديلها، هذا هو المقصود به التوقيع بالاخر. طيب اشكرك على التوضيح. اما بخصوص رد المؤتمر، المؤتمر يعتبر هذا المخرج وهذا التسرع وهذه المسوده ولدت تنتج وتحتاج ولم تنضج بعد بحيث تصبح قمشينه وقابله للتطبيق. عدم قبول المقترحات التي ادلى بها المؤتمر الوطني العام عن المسوده الرابعه، وجاءت المخرجات كالمسوده الثالثه التي رفضها المؤتمر الوطني العام، يجعل هذه المسوده قابله للطعن. اذا لم يحتضنها المؤتمر الوطني العام ويجري تعديلا دستوريا بحيث نتلافى حكم المحكمه، فلن تستطيع هذه المسوده وهذه الاتفاقيه ان ترى نور التنفيذ على واقع الارض. نعم. طيب هل نفهم ان موقفكم كمؤتمر وطني لا زال يتحفظ على التوقيع على هذه المسوده الى ان يتم تحقيق الشروط التي اوصلتموها الى المبعوث الاممي؟ اعضاء المجلس البلدي مصراتة قدموا تعديلات، والنواب المقاطعين قدموا تعديلات، واعضاء المجالس البلديه الاخرى قدموا تعديلات في بيانات من افتراينها. اذا تم تضمين هذه البلديات وهي في مجملها هي نفس المطالب التي طلبها المؤتمر الوطني العام، اذا تم تضمين هذه البلديات ربما المؤتمر الوطني العام يلتحق، ولكن ارى ان المشكل هي في الملحقات. انا اعتقد ان الملحقات هي قنبله موقوته ربما تنسف هذه المسوده وهذه الاتفاقيه من جذورها اذا لم يتم معالجه هذه النصوص بصوره صحيحه، واذا لم يتم معالجتها عن طريق مقابله جميع الاطراف وجها لوجه. اذا اردنا ان نخرج مخرجات متينه صلبه لا يستطيع الطعن فيها في اي محكمه محاكم، يجب ان يلتقي جميع الاطراف وجها لوجه، وكذلك نمكن ان كل طرف، يعني في الحقيقه نحن في هذه المساله ان المؤتمر الوطني العام فقد الثقه في مجلس النواب ان يقود المرحله بنفسه، واعضاء المجلس النواب فقدوا الثقه في المؤتمر الوطني العام. يجب ان نصل الى ضمانات بين الطرفين بحيث اننا نستطيع ان نسير المرحله الانتقاليه في مجملها بالصوره الصحيحه، او ان يخرج الطرفين، يخرج المؤتمر الوطني العام ويخرج مجلس النواب ويشكل مجلس. طيب الآن بالتعامل مع هذا الواقع، هذا التوقيع ولو بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي، إلى أن يلتحق بنا باقي الضيوف عن مجلس النواب وكذلك يلتحق بنا سيد محمود إسماعيل، أعود إليك سيد العبار، هل لك أن تفسر أكثر ما المقصود بالتوقيع على الأحرف الأولى؟ ذكرت أولا أن التوقيع بالأحرف الأولى هو يمكن الأطراف من الانتقال إلى مرحلة متقدمة، كما ذكر الدكتور عبد القادر أن الملاحق لها تحدي كبير جدا، ينبغي أن يكون هناك نقاش ونقاش مفصل وطويل من أجل صياغة هذه الملاحق حتى، وهي التي تعبر عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولكن أحب أن أشير إلى نقطة هامة جدا تكررت كثيرا، يعني منذ فترة، حول تحصيل الاتفاق من الطعن الدستوري. نحن لا نتحدث على الإطلاق في مسألة الطعن التعديل الدستوري إلى هذه اللحظة، نحن نريد أن نتفق على جملة من المفاهيم السياسية أو النقاط التي تزيل الخلاف السياسي. أما مسألة الطعن، هناك ملحق خاص بالتعديل الدستوري، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التعديل الدستوري حتى يحصل من الطعن. يعني نحن أيضا حقيقة مهتمين جدا بمسألة عدم الطعن عليها، لأن التجربة مع المؤتمر الوطني العام هي التي قادتنا إلى ما نحن فيه الآن، عندما صوت على مقترح فبراير لجنة فبراير، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن هو بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المحكمة لتحسين القرار من الطعن الدستوري. فلهذا السبب هي ليست هذه مرحلتها، هذا الأمر لا يطرح الآن التحسين عندما نناقش الملحق المتعلق بالتعديل في الإعلان الدستوري، ولكن نحن الآن نتحدث على توافقات
فبالتالي لا يمكن اقحام هذا الامر في هذه المرحله. نحن الان نتحدث. طيب سيد العبار، هل نفهم ان التوقيع بالاحرف الاولى يمنع الان او يقودنا نحو مرحله اخرى من اللا تعديل على المسوده المعدله اصلا؟ لا، هناك تحفظات من عده اطراف، يعني الامر لا يغلق هكذا جمله وتفصيلا من الامم المتحده. نحن الليبيين معنيين بهذا الامر وينبغي ان نتفق عليه جميعا. اذا ما جلسنا واستطاع المؤتمر ومجلس النواب والاطراف يتفقوا عليه تعديل فليتعدل. المساله نحن نريد ان نصل الى توافق، لا نريد ان نملي توافق على اي طرف، ولكن المشاركه هي التي تقود الى خلق هذه التوافقات. طيب سيد العبار، انت شاركت في هذه المراسم، مراسم التوقيع ليله السبت، يعني اليون لمح الى امكانيه عقد اجتماع مع جميع الاطراف المعنيه قبل التوقيع النهائي على مسوده الحوار، ما الذي سيتم مناقشته في هذا الاجتماع بحسب معلوماتك؟ هو ينبغي، وهو ما تم التأكيد عليه أكثر من مرة حتى من قبل المؤتمر، هناك قضايا مهمة جدا ومفصلية في لم يتم التوافق عليها حتى الآن. لابد أن نجتمع جميعا على طاولة واحدة للتباحث ومحاولة وصول إلى توافقات حولها. لدينا حكومة ينبغي أن تشكل، آلية تشكيل الحكومة وكيفية اقتراحها، لدينا مجلس دولة يريد أن يشكل وآلية تمثيلها، لدينا ترتيبات أمنية ينبغي التباحث فيها ومعرفة آليات تنفيذها. يعني هناك تحديات كبيرة جدا أمام طيب سنخوض تفاصيل أكثر عن هذه التحديات معك سيد العبار، ولكن أعود إلى سيد الحويلي من جديد. ليون أيضا المبعوث الأممي يقول أن الأبواب لا تزال مفتوحة لمن لم يحضروا في الجلسة الأخيرة للحوار، نظرا لدورهم الأساسي والمحوري، ذلك حسب وصفه، ما تعليقك على ذلك؟ هو يعرف السيد ليون أنه لا يستطيع أن يتجاوز حكم المحكمة كما قال السيد العبار، في دكتور العبار في هذه النقطة، أن تحصين العمل التوافقي يجب أن يتم بتعديل دستوري، والتعديل الدستوري هنا البرلمان يعتبر بحكم المحكمة منحل. إذا لم يعدله المؤتمر الوطني العام ولم يتم التوافق مع المؤتمر الوطني العام بالصورة الصحيحة منه ذلك كي يجري التعديل الدستوري الصحيح الذي غير قابل للنقد، فإن المسألة تكون منسوفة قانونيا برمتها. أما بالنسبة للسيد برناندينيو ليون، هو يعلم أن المؤتمر الوطني العام جسم أساسي ورئيسي، التقى برئيس المحكمة العليا لمدة 3 ساعات وشرح له حيثيات الحكم، وهو الذي اعاد، يعني تعلمون ان المؤتمر الوطني العام تم يعني اقصائه في اقدامس واحد، لانه على اساس ان برناردينيو كانت المساله بين نواب مقاطعين ونواب مجتمعين، فبعد حكم المحكمه جاء برناردينيو الى المؤتمر وهو يعلم جيدا ان المؤتمر دور رئيسي واساسي ويسيطر على 70% من الارض و90% من السكان، لا يستطيع تجاهله، يجب ان يتم يعني على الاقل يعني فتح باب النقاش في مجال الطلبات التي طلبها المؤتمر الوطني العام. ونتمنى حاليا بما ان المؤتمر الوطني العام غائب، فان يتم قبول الملاحظات التي ابدتها الاطراف الاخرى وتضمينها وفتح باب النقاش في هذه الملاحظات بحيث ان نستطيع ان نتجاوز هذه المشكله في المستقبل. نعم. طيب ينضم الينا الان السيد تورغي عضو مجلس النواب. سيد تورغي، بعد ان وقع وفدكم الان على هذه المسوده بالاحرف الاولى، ما هو رد فعل مجلس النواب؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام. طبعا نحن في مجلس النواب بعد ان تم التوقيع بالاحرف الاولى، وهو عباره عن هي خطوه اولى في الاتجاه الصحيح نعتبرها نحن في مجلس النواب، وهي اشاره للعالم ولليبيين اننا نحن لن نصبح او نظل رهيني او حبيسي المربع الاول، ولا بد للانطلاق للمربع الاخر، والحوار هو عبارة عن مراحل، ونعلن نهاية المرحلة الأولى وبداية المرحلة الأخرى للحوار، فنحن متفائلين جدا وراضون عما قام به وفدنا أو ممثلينا في الحوار من توقيع الأحرف الأولى، وننتظرهم إن شاء الله بعد العيد الفطر المبارك سيعود لمجلس النواب لاطلاع على الملاحق ولدراسة ما تم الاتفاق عليه.
طيب ولكن سيد التورغي في وقت سابق مجلس النواب قال أن ما سيقوم به وفده في الصخيرات غير ملزم له، هل تجاوزتم هذه النقطة الآن بعد أن قام وفدكم بالتوقيع؟ لا لا طبعا، هو وفد مجلس النواب غير ملزم بالتوقيع النهائي. نحن من منذ البداية قلنا أن وفد مجلس النواب هو ينقل وجهة نظر مجلس النواب في هذه الأزمة وفي هذا الاتفاق، ولكن التوقيع بالأحرف الأولى لا لا مانع لدينا من يوقع بالأحرف الأولى، وهو في النهاية التوقيع بالأحرف الأولى لا يعتبر نهائي، إنما هو عبارة عن مرحلة خطوة من خطوات نحو الخطوات النهائية للحوار. نعم. طيب سيد التورغي، حكومة الأزمة رحبت بهذا الحدث وعدته البداية لخروج ليبيا من أزمتها، ما هو رد فعلكم كجسم تشريعي تتبع له هذه الحكومة؟ نعم، نحن متفقون مع حكومة الأزمة، ونحن هذا هو رأي مجلس النواب، أن هذه خطوة نحو خطوات لها ما بعدها، خطوة لها ما بعدها، ونتوقع أنه عندما يعود فريق الحوار بالاتفاق إلى مجلس النواب واطلاعا على الملاحق ستخطوها خطوات أخرى، ونحن مع الحوار ومع الاتفاق السياسي، نحن ندرك جيدا خطورة المرحلة والمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب، فنحن نرحب بأي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وما قامت به حكومة الوفاء وحكومة الحكومة من ترحيب بهذه الخطوة، نحن معها ونؤيد هذه الخطوة أيضا. نعم. طيب سيد العبار، المؤتمر يشترط على ليون إحداث تعديلات جوهرية على مسودة الاتفاق المعدلة حتى يلتحق بالصخيرات، هل لمستم من البعثة نية لتحقيق هذا المطلب؟ لا أدري، كل يتحدث على التعديلات الجوهرية التي لن نصل معها إلى اتفاق بالمطلق. أتمنى أن يكون المؤتمر حاضرا في الجولة القادمة، وهناك فرص كثيرة جدا لمناقشة كل التفاصيل وربما إجراء معالجات. أنا لا أقول تغييرات جوهرية هكذا على عوهنها، وربما ما ذكر الدكتور عبد القادر منذ قليل أن أحد الحلول أن ينتهي الجسمين ونلجأ إلى مجلس رئاسي، أو البعض يتحدث على انتخابات أخرى. هذه أنا أعتبر ذلك قلب لطاولة الحوار، لأن هذه الأفكار لا ينبغي أن تطرح في هذه المرحلة بعد أن تجاوزنا 9 أشهر من الحوار. يعني هناك مخاض ومخاض عسير جدا، ينبغي أن يكون هناك تعديلات في هذا الإطار الذي نتحدث عنه، ولكن أن نلجأ إلى حلول جذرية تنسف كل ما تم التوصل إليه، هذا أعتقد يعني يجهض الحوار برمته. فنحن نطالب الجميع بتحمل مسؤولية من أجل البحث عن حلول في هذا الإطار الذي تم التوصل إليه. كما قلت ودعا السيد ليون والجميع يدعو إلى أن ينبغي معالجة التخوفات التي تم التطرق إليها سواء من المجالس البلدية. طيب حتى نستوضح هذه النقطة فقط سيد العبار، هل هنالك الآن جهود تبذل في سبيل يعني إقناع وفد المؤتمر للحضور من جديد إلى الصخيرات أم لا؟ على المستوى الشخصي لا شك أن نحاول، أن لدينا يعني وجائش قوية مع أطراف المؤتمر، و لدينا ثقة متبادلة على المستوى الشخصي، وهناك تواصلات حتى على المستوى الدولي مع المؤتمر من أجل حثه والسعي لإقناعه بالمشاركة. رسالة السيد رئيس المؤتمر كانت واضحة بالتحاق الأعضاء في الجولة القادمة في الإطار الذي تم مطالبته من قبل المؤتمر، ولكن يبقى الحضور والمجيء من أجل الوصول إلى حلول هو الخطوة التي نرجوها ونتمناها. ونؤكد دائما أن المؤتمر، بل بالعكس، أن صمم الاتفاق على أن يكون المؤتمر في ثوبه الجديد في مجلس الدولة هو جزء من تركيبة المشهد القادم، فلا يمكن أن يبنى اتفاق في غياب هذه مسألة محسومة ومسألة مفروغ منها. يعني
ولكن لا يعني ذلك هو ارتهان ليبيا وارتهان الموقف بالكامل لقبول او رفض هكذا. هذا نحن نريد ان نخلق توازن وندفع في اتجاه. طيب الان هنالك ردود فعل متباينه اعقبت هذا التوقيع. اتحول الى سيد حويلي وزير الخارجيه المغربي، يقول انكم لن تخلفوا الموعد او لن تتخلفوا عن الموعد لتاسيس ليبيا الجديده. الى اي مدى تمثل هذه المواقف الدوليه والمرحبه بخطوه التوقيع عاملا يحفزكم على الالتحاق؟ نعم، أريد أن أشيد بكلمة السيد وزير الخارجية المغربي وأختطف في الجملة الأخيرة التي قالها، وهي استشهد بآية قرآنية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فبالنسبة للمؤتمر الوطني العام، يترقب اليوم في اجتماع اللجنة السياسية في المؤتمر الوطني العام، أغلبية أعضاء اللجنة السياسية الذي حضروا الاجتماع الصباحي قالوا نترقب ماذا هل يستجيب السيد ليون إلى الملاحظات التي أبداها الأطراف، مجلس البلدي مصراتة ومجالس البلدية الأخرى والنواب المقاطعين، ونرى ماذا سيحدث في نقاش الملاحق، وبعدها لكل حادث حديث. يعني المؤتمر لن يتخلف في عندما طيب يرى. سيد حويلي، ما الفائدة لأن تلتحقون بجلسات الحوار عقب مناقشة الملاحق التي ستحسم يعني واقع المرحلة الانتقالية القادمة؟ نحن إذا تم تضمين الملاحظات التي أبديت ورأينا الاستسماء فبالإمكان أن نلتحق، لأن الملاحق رأي مشكلة شائكة كبيرة جدا كما قلت لك في البداية، هي رأي الجسم الصلب لهذا الاتفاق. إذا لم تعالج هذه الملاحق بصورة صحيحة ومتأنية ومرضية لجميع الأطراف فلن تكون هناك نجاح لهذه العملية. فأنا أعتقد أن الملاحق تحتاج إلى وقت كبير جدا، وربما الجلسات الأولى تبين هل المؤتمر سيلتحق أم يتخذ موقف آخر. نعم. طيب انضم إلينا الآن سيد إسماعيل هاتفيا. سيد إسماعيل، ما حجم المسؤولية التي تقع الآن على عاتق أطراف الحوار للقبول بما هو متوفر أمامها وتجنيب البلاد مزيد من النزاع؟ كان وسيظل هو الملجأ، لا مهرب منه إلا إليه، ولكن أي حوار يقصدون. نحن نتكلم على توقيع ولكن لم نحدد آلية هذا التوقيع. التوقيع المقصود هو أن يكون هناك إرادة طرفين، أما أن يكون هناك إرادة فهي إرادة مفردة لا يمكن أن تنتج أثر على الطرف الثاني، إمكانية أن يكون هناك قانونيا. من الناحية الثانية، ما المسودة والخيارات الأخرى التي عرضت من أجل التعديل، حقيقة هناك أشياء جوهرية من ضمنها ما يتعلق بإمكانية إلغاء القرارات المثيرة للجدل والقوانين التي صدرت بتجريم مدن وتجريم الشباب وتجريم الثوار. هذا لا يمكن قبوله بأن يكون لا ينص عليه صراحة، دلالة على أنهم سيذهبون كبش فداء. ثالثا، فيما يتعلق بتكوين وآليات تكوين مجلس الدولة، سيكون من العبث جدا عدم نقاش هذا الموضوع بعلمية. يجب أن يكون هناك نظام غرفتين حتى تكون هناك القرار صائب بإمكانية أن يكون هناك رقابة على ما يصدر من البرلمان مسيطر عليه جزء الشق واحد، وخاصة ونحن نتكلم على توافق. طيب هذا سيد إسماعيل، هذا رؤيتك للمرحلة القادمة، ولكن الآن في ظل غياب المؤتمر الوطني يوم السبت عن مراسم توقيع الأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي، أي حجم من المسؤولية الآن يقع على عاتق هذه الأطراف الحوار بشكل عام والمؤتمر الوطني تحديدا؟ الأطراف الموجودة على الحوار يجب أن تستمر في الحوار إلى أن تصل إلى ما يراد منها. يجب أن يكون هناك قدرة للتنازل لصالح الوطن، لا أن تبقى على مقاعدها الوتيرة. أيضا ما يثير الدهشة أنه محاولة من الطرفين كل منهم لتمديد للآخر. نحن نتكلم على برلمان انتهت مدته بحكم محكم إجراءاتهم بحكم محكمة، ثم الآن حتى لو فرضا أو جدلا سلمنا بوجوده فهو قد تنتهي خلال 3 أشهر لا تزيد. أيضا نتكلم على معطيات لجنة الدستور ربما تبقى. نتكلم ايضا على مؤتمر ضعيف، نعم، وكثير من الاشكاليات، وكنا نتمنى ان يسمع الشوط الشعب الليبي ملاحظات من المؤتمرين بدل ما يسمعوها من برناردينو اليوم. فيما يتعلق بالمعطيات الدولية، المجتمع الدولي يدعم الحوار الليبي ويجب أن يسنده وسيستمر في مساندته، دلالة على أهمية هذا ويجب أن نتمسك بذلك. ولكن يجب أيضا أن يتضمن الحوار التعديلات الشرعية والجوارية التي تحفظ الحقوق وتحاول أن تجانس ما بين الخيارات، وتحاول أيضا أن تؤسس إلى مجتمع متوافق لا يبنى على المغالبة وإنما يبنى على الحق والعدالة والخير والعدل والأساس الذي قامت لأجله.
طيب سأعود إليك من جديد سيد إسماعيل، ولكن اسمح لي أن أتحول إلى سيدة تورغي. فقط تفصيل بسيط سيدة تورغي، هل وفدكم الآن في الصخيرات يملك الصلاحية للتوقيع على هذه المسودة أو مراحل لاحقة من الحوار؟ لا طبعا، هو بالنسبة لفريق الحوار اللي مثل مجلس النواب، التوقيع بالأحرف الأولى نحن لنا لا مانع من توقيع هذا الفريق على المسودة أو على الاتفاق بالأحرف الأولى، لأن نحن نعرف جيدا أن التوقيع بالأحرف الأولى هو عبارة عن رسالة للليبيين وللعالم أننا نحن لن نبقى في المربع الأول للحوار، ولابد أن ننطلق ولابد للحوار أن يستمر إلى المراحل الأخرى. طيب في ظل هذا الموقف إذن الآن، هل من توصيات ستعملون على الاتفاق عليها مع وفدكم لتلبية تطلعاتكم في قادم المحادثات؟ نحن سيعود الوفد إن شاء الله وسيلتقي بأعضاء مجلس النواب في أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك، وسيتم مناقشة ومعرفة ما دار بالتحديد في هذا الاتفاق وهذا التوقيع بالأحرف الأولى، وسنتفق على كثير من الأمور. لكن دعيني أعود لأخي الذي يتحدث عن حكم المحكمة، وهو يعلم جيدا والجميع يعلم أن المؤتمر الوطني المنتهي والتي عاد للسلطة بعد قبل حكم المحكمة وجاء بقوة السلاح، ونحن الآن لابد أن نتجاوز حكم المحكمة، ونتجاوزنا نحن مجلس النواب قضية الديمقراطية والمسار الديمقراطي والانتخابات النزيهة، وقلنا من أجل حل هذه الأزمة ومن أجل عودة الوفاق الوطني ومن أجل لم شمل الليبيين، لابد كلا الطرفين أن يتنازل على ما يسمى بالشرعية الآن، وأقولها بكل صراحة ما يسمى بالشرعية لأن لم تعد هناك شرعية. مجلس النواب تجاوز عن الانتخابات واجتمع مع المؤتمر الوطني والتقى به ورضى به شريكا في الحوار، والمؤتمر الوطني عليه أن يتجاوز حكم المحكمة ونستمر في هذا الحوار حتى نصل إلى حكومة وفاق وطني تضم كافة أطياف المجتمع الليبي ونتشارك في الوطن، فنحن شركاء في الوطن. إذا كان المؤتمر الوطني ما زال متشبتا بحكم المحكمة وينسى حكم محكمة البيضاء الذي اعتبر حكم المحكمة معدوما ولا قيمة له، هذا قضاء وهذا قضاء، القضاء في البيضاء يعتبر قضاء ليبي، لابد أن نضع له حسابه. فنحن إخوتي، نحن الآن ليبيا كيانها في خطر، ليبيا مهددة، فعلينا أن نتناسى ونترك التمترس وراء هذه الشرعية. طيب وضحت الفكرة سيدة تورغي، دعني أنتقل إلى سيد العبار الآن. ما الخطوة القادمة عقب التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الحوار؟ وكما قلت أن هي ننتقل مباشرة إلى التباحث حول الملاحق، وأولى هذه الملاحق تشكيل الحكومة وبالتوازي البحث في آليات تشكيل مجلس الدولة ومن ثم الترتيبات الأمنية التي تمكن من إنهاء الانتخابات في ليبيا. هذه المسارات الأساسية التي أمامنا من بعد التوقيع بالأحرف الأولى. طيب سيد دحويلي، يعني الملاحق الخاصة بالمسودة هي ما ستحدد مصير البلاد سياسيا وأمنيا، هل سيغيب المؤتمر عن هذه المرحلة من الحوار أيضا؟ للأسف أن هذا الحوار هو حوار الطرشان. الملاحق التي يهندسها لنا السيد ليون برامير ليبيا لا أعتقد ماذا ستولد لنا. الحقيقة أن المؤتمر الوطني العام عندما رأى أن هناك تضارب في وجهات النظر بين طلبات مجلس النواب المنحل بحكم المحكمة وبين المؤتمر الوطني العام، فاقترح أعضاء الفريق أن نبدأ في نقاش الحوار ربما يقرب وجهات النظر، ونرى أن هناك ما غاب وما غمض في هذه المسودة يمكن أن يفسر في الملحقات، ولكن للأسف برلين اليوم والبعثة رفضت. إذن أنا أشك أن هذه الملاحق لن تمر بالسهولة، يعني رأينا المسودة كم أخذت، وإذا استمر هذه الطريقة بهذه الآلية أن الأطراف متباعدة كلهم في غرفة لن نصل حتى في الملاحق. عندما نناقش الملحق الأول سنقضي فيه أيضا 10 أشهر أخرى بحيث أننا نستطيع. طيب بعيدا عن توقعاتك للتوقيت الزمني سيد حويلي، سؤالي كان هل سيشارك وفد المؤتمر الوطني في الجولات القادمة من الحوار ومناقشة هذه الملاحق أم لا؟
ما لم تنجلي هذه الطلبات، طلبات مجلس البلدي مصراتة وطلبات الإدارة، رأيناها واضحة للعيان وتم احترامها وتقديرها وإدخالها وتضمينها ومناقشتها، سوف يلتحق المؤتمر. أما إذا تم تجاهلها فلا أعتقد أن المؤتمر الوطني العام سيلتحق لمناقشة هذه الملاحق. طيب سيد إسماعيل، يعني كيف تقرأ التسلسل الذي يأخذه مسار الحوار وما سيخوض فيه من مراحل لاحقة؟ أعتقد أن الخط الهاتفي فصل مع سيد إسماعيل. أعود إلى سيد العبار من جديد. سيد العبار، الآن هل تم الاتفاق على جدول زمني محدد لمناقشة هذه الملاحق وتباحثها؟ ليس بعد، سيكون الجولة القادمة لم تحدد بعد، ولكن ستكون بعد العيد. كل عام وأنتم بخير على كل حال، طيبين جميعا. هذا سيأتي لاحقا. كما قلت أن هناك مسارات بالتوازي ينبغي التباحث فيها فيما يتعلق بالملاحق ومعالجة كل التحفظات التي طرحت من جميع الأطراف. طيب ما هي أنواع الملاحق تحديدا سيد العبار؟ نعم، ما هي أنواع الملاحق؟ الملحق الأول متعلق بالحكومة، الرئيس والنائبين والوزارة بكامل الوزارة. الملحق الثاني متعلق بآلية تشكيل مجلس الدولة. الملحق الثالث متعلق باختصاصات اللجنة لجنة رصد وقف إطلاق النار. والملحق الثالث الأخير متعلق بآلية إجراء التعديل الدستوري على الإعلان الدستوري. طيب أنا لدي كما قلت لدينا رحلة الآن. أشكرك جزيلا، أعتذر أن يعني أن أخذنا منك الكثير من الوقت. أشكرك انضممت إلينا وشاركتنا في هذا الجزء من حوار المنتصف. كنت معنا عبر الهاتف من أصخيرات، عضو فريق المستقلين المشاركين في الحوار، نوري عبار. من جديد سيد التورغي، ما هي تطلعاتكم لأن تشملوا هذه الملاحق من تفصيل، خاصة أن بعض أطراف الحوار تشترط مثلا استبعاد خليفة حفتر من المشهد؟ نعم طبعا، بالنسبة للسيد خليفة حفتر هناك اعتراض كبير عليه من الطرف الآخر ومن المجلس البلدي لمصراتة، ولا أدري ما علاقة المجلس البلدي لمصراتة بحوار الصخيرات. فالبلديات لها مسار خاص ولا علاقة لها بما يجري في الصخيرات، فهي عبارة عن أطراف داعمة للحوار ورديف للحوار وليست أساسي فيه، لأن الطرف الأساسي هو المتحاورون في الصخيرات. أما فيما يتعلق بالسيد خليفة حفتر، خليفة حفتر طبعا هو كان قائد القوات البرية وعاد من أمريكا وشارك الشعب الليبي في ثورته لإسقاط النظام، وتبناه مجلس النواب وتم تعيينه قائد عام للقوات المسلحة. فالمؤتمر الوطني المنتهي ولايته لا يمكن أو الحوار في الصخيرات لا يمكن يكون سلطة اتهام. خليفة حفتر إذا كان عندهم عليه أي تحفظ وعندهم أدلة على تورطه في انتهاك سيادة الوطن أو الاعتداء على الليبيين أو الاعتداء على مقدرات الوطن أو العبث بمصير الليبيين، عليهم أن يقدموا للقضاء. أما أن يطلقوا عليه أحكام وهو مازال مواطن ليبي يقود الجيش الليبي ويتبع شرعية البرلمان، والرجل حتى عندما جاءه السيد ليون وطلب منه المشاركة في الحوار قال له أنني لا علاقة لي بالحوار، أنا أقود الجيش الليبي ويمثل لي البرلمان في الحوار، وأنا أريد أن أنا بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية وعن ما يدور في الصخيرات وغيرها. فأنا لا أدري ما الذي يريدونه من السيد خليفة حفتر وهو عبارة عن قائد جيش الليبي يتبع. طيب الآن هنالك صياغة لربما جديدة للمشهد الأمني في البلاد، ماذا تتوقع لهذه الأطراف العسكرية إن لم نخصص خليفة حفتر، لأن يكون مستقبلها الآن وتقبلها لما سيتمخض عن الاتفاق أو التوقيع النهائي لمسودة الحوار؟ هذا طبعا يرجع للسيد ليون ورفاقه والمجتمع الدولي. عندما يبدأ مناقشة تفاصيل الترتيبات الأمنية، وأنا أقدر مخاوف الآخرين الذين يقولون لا نريد خليفة حفتر في الطرف الآخر لأنهم سيسلمون سلاحهم إلى الجيش الليبي والجيش الليبي يقود خليفة حفتر، فهذه يمكن مناقشتها عندما تبدأ الترتيبات الأمنية مع قادة الميليشيات وقادة الجيش، يمكن مناقشة هذه الأمور واستيضاحها. نحن نعلم أن هناك الطرف الآخر
سيسلم سلاحه، لكن لمن يسلم سلاحه؟ واعتقد ان هذه هي هذا هو بيت القصيد في عدم مشاركه المؤتمر الوطني في المنتهي ولايته في الجلسه الاخيره، هو ان الميليشيات التي اعتادت على حكم طرابلس الفتره الاخيره وتوقيع الصكوك بالقوه من الوزراء ومن رؤساء الوزراء، الترتيبات الامنيه تتضمن ان تسلم هذه الميليشيات سلاحها وتخرج من طرابلس، وهم اعتادوا على السيطره على طرابلس، فمن الصعب جدا ان تقنعهم الان ان يتركوا طرابلس ويتركوا على كل ان الترتيبات الامنيه لا زالت غير واضحه الان بخصوص المسوده. اعود الى السيد احويلي، الا تجدون توافق ولو نسبي بينكم وبين الوفود الحاضره للحوار في بعض المطالب التي طرحوها؟ أريد أن أعقب فقط على موضوع السيد خليفة حفتر. طبعا خليفة حفتر، أريد أن أنبه لزميلي التاورغي أن خليفة حفتر هو من انقلب على الشرعية الدستورية الملكية في 69 وشارك المقبور القذافي في هذا الانقلاب. أن السيد خليفة حفتر هو أسير حرب في 87، وأسير الحرب حسب قانون الجيش الليبي لسنة 74 يسرح من الخدمة العسكرية. السيد خليفة حفتر قاد انقلاب في يوم 14 فبراير 2014 علنا وموضوع، والسيد حفتر مطلوب للنائب العام، والسيد حفتر مطلوب ايضا من حاكم من رئيس الحكومه عبد الله التني عندما كان وزيرا للدفاع في حكومه علي زيدان، وتقدر تشوف التصريحات والتطليعات بعد انقلابه في القناه العربيه على الاعلان الدستوري الذي جاء بمجلس النواب المنحل. السيد حفتر قام ب طيب وضحت فكرتك السيد حويلي، وكذلك وضحت فكره السيد التورغي. اريد ان اقدم طيب يعني فكرتكما بخصوص خليفه حفتر وضحت، ولكن عنوان الحلقه ليس خليفه حفتر، نحن نتحدث عن مسوده الحوار. الان هنالك وفود، اسمح لي، انت اعطيتي مجال للرجل هذا يتكلم ويقول. طيب واعطيتك حق الرد ايضا سيد حويلي على السيد التورغي. الله وعيونه عمياء، فانا ماذا اقول؟ طيب تفضل، لك براحة الوقت، تفضل. من أنا؟ نعم أنت. طبعا السيد حفتر قام بما يسمى بعملية كرامة، ودمر بنغازي ودمر درنا ودمر كيكلا. فهذا هو السيد حفتر، إذا أردنا أن نقول ماذا فعل السيد حفتر. شكرا. طيب هل الآن أن أعود إلى السؤال؟ السؤال كان هل تجدون توافق ولو نسبي بينكم وبين الأطراف الموجودة في الصخيرات من الأوضاع الموجودة حاليا في البلاد والطلبات التي يجب أن تضمن في الفترة القادمة؟ الطلبات التي طلبت من مجلس البلدي مصراتة ومن النواب المقاطعين ومن مجالس البلدية إذا تم تضمينها، أعتقد أن المؤتمر الوطني العام سيشارك، وهذه في هناك تقاسم وتقارب وتناغم بين طلبات المؤتمر الوطني العام وهذه الطلبات. نعم. طيب لنتجاوز الآن قليلا مسألة خليفة حفتر، سيد التورغي، نعود إلى مسألة المسودة والتوقيع عليها بالأحرف الأولى. في ظل تحفظ بعض الموقعين في مسودة الاتفاق السياسي على المناصب القيادية في الجيش والسيادية أيضا، فيما يتمثل موقفكم من هذه القيادات أو من هذه المناصب ولربما تطلعاتكم في المرحلة القادمة؟ نعم، هو حقيقة ليس لي البراح والوقت حتى أرد على أخي الذي تحدث على خليفة حفتر، ولكن لا أريد أن أحيل النقاش كله على خليفة حفتر. فالرجل عندما قاد الكرامة، قاد عملية الكرامة، كان دفاعا عن نفسه وعن أخوته الذين تم اغتيالهم، الذين وصل عددهم ما يقارب 500 من الضباط ومن الجيش الليبي الذي تم اغتياله في وجود المؤتمر الوطني الذي كان آنذاك لم تنتهي صلاحيته، والمؤتمر الوطني يتفرج على الذين يقتلون في بنغازي بالمئات ولم. طيب وضحت الفكره سيد التورغي، ارجو ان نتجاوز هذه النقطه ونعرف ما هي تطلعاتكم في المرحله الانتقاليه القادمه. الكرامه فعلا يعني. اما فيما يتعلق بالمناصب السياديه فنحن مجلس النواب ما نعرفه ان رئيس الحكومه وواحد نوابه سيكون اختيار سيتم اختياره من مجلس النواب، فنحن عندما تركنا مهام القائد الأعلى لرئيس الحكومة على اعتبار أنه سيكون من اختيار مجلس النواب مع نائب آخر، والطرف الآخر المتمثل في المؤتمر الوطني المنتهي ولايته يختار نائب،
وطبعا وفيما يتعلق بالمناصب السياديه طبعا نحن وعدناها لمجلس كامل لمجلس النواب ان هذه تخص السلطه التشريعيه ومجلس الدوله، نراه انه مجلس استشاري يخص الحكومه ونريد ان ننهي بمجلس النواب عن هذا المجلس فهو يخص الحكومه وتقديم مشورات الحكومه فيما يتعلق بالقرارات والقوانين ذات الصبغه التشريعيه. طيب بما اننا تطرقنا الى مستقبل الواقع السياسي في المرحله القادمه، سيد حويلي يتهمكم البعض ان السبب الرئيس وراء تغيبكم عن جلسات الحوار اخيرا هو انكم تبحثون عن موطئ قدم في المناصب السياديه الخاصه بالحكومه القادمه، ما هو ردك؟ هذا ليس صحيحا، نحن الوفد الفريق المحاور كما قال لك السيد العبار طلب من برلين يونون عندما واجهته مشكلة في عدم إمكانياته وقدراته على تضمين طلبات مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام، طلب الفريق المحاور بأن ينحل مجلس النواب وينحل المؤتمر الوطني العام، لا نتمسك بالسلطة ولا نريد السلطة وما زلنا. وأيضا قام المبعوث الأممي بإرسال رسالة رشوة لأعضاء المؤتمر الوطني العام بأنه سوف يقدم يطلب من الحكومة أن تقدم، شوف الخبر هذا، يطلب من الحكومة القادمة التوافقية أن تقدم طلب لتعديل قانون الضمان الاجتماعي للتقاعد للسلطات التشريعية، فهذه نعتبرها رشوة وإهانة للسلطات التشريعية في ليبيا، ورأينا أن هذا الرجل يريد أن يتدخل حتى بعد انتهاء الاتفاق، يريد أن يتدخل في سير عمل الدولة الليبية، ونريد أن نحتفظ بسيادة الدولة الليبية. نحن لسنا متمسكين بالسلطة، طالبنا مرارا وتكرارا حل الجسمين والذهاب إما إلى انتخابات مبكرة أو أن نشكل مجلس رئاسي مؤقت بسلطات تشريعية محدودة وسلطات رقابية واسعة على الحكومة وحكومة توافقية. هذا طيب بما أن لديكم هذا الموقف من البعثة الأممية ومن ليون تحديدا، ما هي الضمانات التي طلبتم بها حتى في وقت سابق لأن يتم تنفيذ الاتفاق السياسي بشكل يعني صحيح ويناسب الوضع في ليبيا؟ هذه المشكلة، هذه دائما في كل الجلسات مع السيد ليون نسأل عن الضمانات، ما هي الضمانات؟ لا نريد أن تكون هناك ضمانات مثل التي حدثت في اليمن ورأينا ماذا يحدث في اليمن، نريد ضمانات حقيقية، يجب أن تخرج هذه الضمانات من روح الاتفاق وليس أن توعد وعود أن المجتمع الدولي يضمن أن المجتمع الدولي يكفل، هذا هراء وهذا كذب. من يتوقع أن المجتمع الدولي سيأتي ويحارب عنه ليحرر طرابلس كما يقولون فهو واهم. أن الضمانات يجب أن تطلع من روح الاتفاق وتكون، يجب الاتفاق يكون متوافق عليه وليس بالمغالبة وبالإقصاء. نعم. طيب سيد التورغي، هل ستقدمون تنازلات فيما يتعلق بما ستنص عليه هذه الملاحق وكذلك المناصب السيادية في الدولة؟ طبعا نحن حقيقة التنازلات بدأنا من بداية الحوار، كان الحوار بين النواب المدومين والنواب المنقطعين، وكان مؤكد السيد اللي هون ان مجلس المؤتمر الوطني المنتهي ولايته لن يكون في الحوار، ثم جاء بعد فترة جاء المؤتمر الوطني وقبلنا به كشريك في الحوار، ثم الآن بدأنا في ثم وافقنا على حكومة وفاق وطني تضم كافة الأطراف وكافة الطيف الليبي. الآن بدأوا يبحثون عن الشرعية ويشككون في شرعية البرلمان، وشرعية البرلمان واضحة، هي البرلمان جاء عن طريق انتخابات، وحتى حكم المحكمة حكم معيب وقال فيه فقهاء القانون الدستوري ما قالوا فيه، وهو لا علاقة له بحل مجلس النواب، ومحكمة البيضاء أكدت ذلك. الآن هؤلاء هم حقيقة يبحثون الضغوط التي يقع تحت المؤتمر المنتهي ولايته من الميليشيات المسلحة التي رأت أن بهذا الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية سينهي سطوتها وقوتها في طرابلس وسيطرتها على طرابلس وسيطرتها على المناطق الليبية. المجتمع الدولي عندما حاولت الشروق وفجر ليبيا السيطرة على الهلال النفطي، كان عدد كبير من الدول الغربية كانت تدعم المؤتمر الوطني لعله يسيطر على الهلال النفطي ولعله يكون له ورقة تفاوضية قوية. عندما انحسر وانكمشت قوات فجر
فجر ليبيا لا طرابلس ولا باقي المدن ولم تصبح قادرة على القيام بأي انتصار عسكري حتى يدعم موقفها في الحوار. الآن يجب يعرف على المؤتمر الوطني أن المجتمع الدولي تخلى عنه والذين كانوا يدعمونه بالأمس تخلى عنه. طيب أوضحت هذه الفكرة، ولكن هذا ما تقوله سيد التوغي هو بعيد عن سؤالي. سؤالي كان هل ستبدون تنازلات إذا ما نصت الملاحق الخاصة بالمسودة على مضامين لا تبدي رغبتكم وتطلعكم في المرحلة القادمة أم لا؟ نحن مبدأ أساسي أن التنازل للوطن هو رفعة وليس تنازلا. نحن تنازلنا الكثير وما زلنا نتنازل، ولكن هناك خطوط حمراء حقيقة وهناك توابط مبدئية لن نتنازل عليها. أما التنازلات فهي أي تفاوض لابد فيه من تنازلات الطرفين حتى نصل إلى نقطة اتفاق ونقطة التقاء. ونحن كما قلنا وكد مرارا أن التنازل من أجل الوطن فهو رفعة، ونحن مستعدين لتقديم التنازلات ولكن أي تنازلات، وهذا يعرف بعد ما نطلع على الملاحق ونعرف نوعية التنازلات وسيتم مناقشتها ومع الأخوة النواب وسنحدد ما هي كمية التنازلات التي مطلوبة من مجلس النواب تقديمها من أجل الوطن. ونحن الاستعداد وندعو المؤتمر الوطني المنتهي ويأتي للالتحاق بالخيرات لأن هذا وطن وهذا وليش سلطة ومال. طيب دعني أنا الآن أنتقل إلى السيد حويلي. سيد حويلي، إذا ما تمسكتم بموقفكم الحاضر، فيما سيتمثل موقفكم بعد اعتماد مسودة الاتفاق السياسي بشكل أخير؟ لا أعتقد أن هناك حل بدون المؤتمر الوطني العام. هذا يعرفه السيد برناردينيون. لا أريد أن أدخل في مجادلات قانونية وتفسيرية لحكم المحكمة، لأن السيد ليون من أول يوم جاء فيه وحتى هذه اللحظة يحارب في المؤتمر الوطني العام ولا يريد أن يبقى حتى السفراء الأجانب كلهم. لكن المؤتمر الوطني العام بسبب الحكم القضائي لا يستطيعون أن يتجاهلوا أي حكم، أي حل إذا لم يتم فيه تضمين ومراعاة المؤتمر الوطني العام لن يرى نور التنفيذ. أما بخصوص الحلول الأخرى، هناك حلول كثيرة جدا، يعني المصالحات بين المدن التي بدأت، الحوار المجتمعي الذي بدأ، كل هذه الأشياء هي حلول بديلة لما يجور في الصخيرات إذا رأينا أن الصخيرات لم تأتي أكلها. الملاحق، لماذا السيد ليون هو الذي يهندس لنا الملاحق؟ لماذا لا نضع نحن الملاحق؟ لماذا لا نزل وجها لوجه ونتعب؟ طيب سيد حويلي، لعل السؤال يكون ليس لماذا لا توضع ملاحق، ولكن ما مدى إمكانية وضع ملاحق وأن تجلس الأطراف المتخاصمة وجها لوجه داخل ليبيا؟ نعم، هذا السؤال، يعني هذا السؤال. وإن شاء الله يعني طيب ألا تجدون أنفسكم سيد حويلي مسؤولين ألا تجدون أنفسكم مسؤولين في عرقلة مسار الحوار بتغيبكم هذا وتشبثكم بموقفكم اليوم؟ نحن لا نريد حرب مؤجلة، نريد اتفاق متين، لا نريد كما حدث في اليمن عندما نتأخر بعض الشيء خيرا من أن ننهار منذ البداية. إذا لم يكن هناك اتفاق صحيح، هذه عبارة عن حرب مؤجلة أو مسكنات ثم ترجع الأمور إلى بعضها. أما إذا كان هناك اتفاق وحل واقعي ومتين، هذا هو الذي يستمر وهذا الذي نحن من أجله. إذا لم يكن هناك اتفاق فنتجه إلى الحوارات الداخلية بين المدن، بين المجالس البلدية، بين المجتمعات، مؤسسات المجتمع، هذه هي التي تأتي أكلها إن شاء الله في المستقبل القريب. نعم. طيب سيد التورغي، ما مدى استعدادكم للتعجيل إذن في الخطوات القادمة ودفع عجلة الحوار وصولا إلى التوقيع النهائي؟ طبعا هذا الأمر يرجع إلى المبعوث العمومي السيد ليون ورفاقه، هم الذين طبعا هم الذين يرعون هذا الحوار ويشرفون عليه، وهم الذين حقيقة يحددون أوقات جلسات الحوار. ونحن طبعا مستعدون للمضي في هذا الحوار الى ابعد حد من اجل مصلحه ليبيا، من اجل انهاء الاقتتال، من اجل انهاء الانقسام، من اجل انهاء هذه الازمه وهذا المختنق السياسي. اما حقيقه بالنسبه للمؤتمر الوطني المنتهي ولايته، انا والله ارتي لحاله. اولا هم حتى عندما تم التصويت على الذهاب الى الصخيرات كان التصويت بنعم لعدد اكثر من 60 شخص مقابل اعتقد 20 وكم، لا اضبط الرقم بالصحيح، ولكن تمت الموافقه على الذهاب للصخيرات وابداء الملاحظات
يا اخي اذهب الى الصخيرات ويبدي ملاحظاتك، من قال لك اذا ذهبت الى الصخيرات انك ستوقع؟ وانا نعرف ان هناك من يريد ان يعطل هذا الحوار، وهناك من هو مستفيد من هذه الفوضى التي تمر بها البلاد، وهناك الذين يرتزقون من هذه الفوضى التي تمر بها البلاد، وهناك مرتزقي الحرب. نحن في مجلس النواب حقيقه نرى اننا مجلس نواب يضم كافه الليبيين، من كل ليبي موجود في مجلس النواب، ونحن نرى اننا نمثل الشعب الليبي، ونحن حريصين على 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 سلامه ليبيا وسلامه المواطنين الليبيين، ولهذا سنمضي في الحوار وسنقدم التنازلات وسنحاول ضم جميع الاطراف واقناعها بالالتحاق حتى خصوم المؤتمر الوطني منتهي ولايته. فنحن على استعداد للمضي في هذا الحوار وتقديم التنازلات من اجل الوطن، لاننا على قناعه من ان التنازل من اجل الوطن هو رفعه. طيب أعود إلى سيد حويلي الآن من جديد، وبالعودة إلى مستقبل الحوار الذي تقوده البعثة الأممية، هل المؤتمر نظرة مستقبلية لمسار الحوار في ظل الظروف الراهنة؟ هل لازال الحوار خيارا؟ الحوار في المؤتمر الوطني عام ما زال خيارا، وأنا أعتقد أن الحوار المجتمع الليبي هو الذي سينتج إن شاء الله. أما ما يهندسه لنا السيد ليون، نحن منذ الجلسة الثانية للسيد ليون مع المؤتمر الوطني العام رأينا أن هذا الرجل لا يريد خيرا لليبيا، إنما جاء يطبق أجنداته وأجندات بعض الدول وبعض المصالح الإقليمية. فشكل المؤتمر الوطني العام لجنة للحوار المجتمعي، وبدأنا في التواصل، وبدأنا في تشكيل مجالس الأعيان والحكماء في البلديات، وإن شاء الله ستلتئم هذه الاجتماعات بعد عيد الفطر المبارك من أجل بداية المشوار في هذا الصيف. وسوف نلتقي بالنخب ورؤساء الأحزاب وعمداء الجامعات والكليات ومؤسسات المجتمع المدني، كل هذه الأجسام مدعوة إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك لبدء حوار ليبي جاد من أجل حل الأزمة. عندما يلتقي الليبيين، رأينا عندما التقى المجلس البلدي مصراتة والمجلس المحلي تاورغا كيف توصلوا إلى اتفاق وشكلوا لجان لحل المشكلة في تاورغا، وبدأت المصالحات. طيب، ولكن ذلك سيد حويلي كان على صعيد يعني جزء من المنطقة الليبية، وليس على صعيد البلاد، ليس لتحديد مصير العملية السياسية والأمنية. سيتكامل هذا الجسم مع بعضه البعض لأجل حل المسألة الليبية بالكامل إن شاء الله. عندما تهدأ الأمور، نحن حاليا في المنطقة الغربية الحمد لله لا توجد اشتباكات مسلحة في هذه الفترة، يعني الأمور في طريقها إلى الحال بواسطة هذه الهدن التي نباركها. فإن شاء الله سيلتقي بعدها الليبيين، بعد ما نلتقي مجالس الحكماء والأعيان في البلديات والنخب ومؤسسات المجتمع المدني، سيكون طيب. هناك الحل. وضحت فكرتك سيد حويلي، دعني بعد إذنك أتحول إلى سيد التاورغي. سيد التاورغي، ما توقعاتك بشأن وتيرة الحوار في المدة القادمة؟ وحقيقة كلام أخي الذي أسمعه الآن هو تغريد خارج الحوار، هذا يحلق بعيدة عن الحوار ويعود إلى المجتمع المدني والقبائل و المصالحات، وهذه طبعا هي حقيقة مطلوبة ونحن نباركها. ولكن أعتقد أن المشكلة مشكلة فيها سياسية وفيها عسكرية وفيها حرب دائر الآن في المنطقة الشرقية. ولماذا تنسى المنطقة الشرقية؟ لأن فيها حرب دائر الآن وفيها قتلى يموتون كل يوم، ومنطقة سرت والجنوب الحرب مستعرة لم تهدأ حتى وإن هدأت. طيب، بالعودة إلى السؤال الذي طرحت سيدة تورغي، ما توقعاتك بشأن وتيرة الحوار؟ بشأن وتيرة الحوار، الوقت يكاد يداركنا، يعني حتى أحصل على إجابتك على سؤالي، يعني ما رأيك بشأن وتيرة الحوار الذي يجري الآن في الصغيرات، ما مستقبله؟ حقيقة أنا أرى أن مستقبل الحوار حقيقة 80% من الشعب الليبي الآن يعني مل هذا الصراع الماراثوني، والان الليبيين تعبوا من هذه الحرب ومن هذه الفرقه ومن هذا الانقسام. هناك 20% من الليبيين هم الذين مستفيدين من هذه الحرب، فسواء كانت ميليشيات او نخب سياسيه معروفه واحزاب، بعض منها مستفيد من هذه الحرب. اما الليبيين 80% من الليبيين يريدون الاستمرار في الحوار، ونحن كمجلس نواب نمثل كافه الليبيين، نحن سنستمر في هذا الحوار لاننا ندرك جيدا انه لا بديل على الحوار، والبديل على الحوار هو الحرب والاقتتال، ونحن لا نريد الاقتتال. كفانا دماء، كفانا قتال، كفانا فرقه، كفانا
ضياع مقدراتنا لشبابنا، فلا بد من الحوار ولا بد ان نجلس على طاوله المفاوضات ونتنازل لبعضنا البعض. اشكرك جزيلا. اذا بهذا نصل الى ختام المنتصف، داركنا الوقت. اشكر ضيوفنا، انضم الينا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب جاب الله التورغي، عبر الاقمار الصناعيه من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر حويلي، وشاركنا في جزء من الحلقه عبر الهاتف من الصخيرات عضو فريق المستقلين المشاركين في الحوار نوري العبار، وكان معنا عبر الهاتف ايضا من طرابلس الباحث في الشان السياسي محمود اسماعيل. نهايه الحلقه، تقبلوا تحياتي، انا علا عبد العظيم، ودمتم في امان الله.